ولكن الأهم دائما في كرة القدم الأرقام الواقعية الفاعلية النتيجة الأهداف. هذه طويلة من مارسيلو إلى رونالدو، رونالدو والحارس وعرضية وهدف أول، ممتازة الكرة وهيغوايين هو الذي يسجل الهدف الأول، ورونالدو مرة أخرى يلعب للفريق ولا يلعب لنفسه. هذا الأسيست رقم 4 أو 5 بالنسبة لي كريستيانو رونالدو الذي زاد في آخر مبارتين، كان يستطيع أن يلعبها هو لكن قدمها لهيغوايين ليسجل أسيست ممتاز. الاحتجاج لا يجدي ولا يفيد، حتى المباراة يقول لا يوجد خطأ، إذا لا يوجد خطأ حتى لو كان هناك خطأ. كريستيانو رونالدو مع الكرة الآن يتقدم، كريستيانو رونالدو أمام مدافع واحد هو تشيكا، هذه المرة يجنح كريستيانو رونالدو ويلعب كرة للوراء، ممتازة الفكرة وتصويبة رائعة 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 جدا من كاكا، هدف ثاني جميل، هدف ثاني رائع، تصويبة ممتازة من كاكا، من إمضاء كاكا الذي ضيع. لاحظوا العمل الذي قام به كريستيانو رونالدو، تقدم وتمهل ومرر للوراء لكاكا الذي صوب كرة مقوسة عن ميسي. تعجب مواهب اللاعبين لكن لابد أن يعني ننبه على التصرفات غير المستحبة. هذه خطيرة الكرة لو مرت، خطيرة لو مرت، وبالفعل مرت وسجل هدفا أول خورخي مولينا لمصلحة بيتيس. إسبانيا ليست مألوفة كثيرا لكن بيتيس صعب الدرجة الثانية، ويعني المرتبط بقوة مع جماهيره ترافقه وتأتي معه. هنا طبعا الهجمة بدأها سيرخيو وتابعها، إذا هدفين مقابل هدف واحد لريال مدريد. إذا بالفعل بيتيس لم يستسلم، وبيبي ميل مدربه لم يرمي بعلامة استسلام بعد، ولكن هنا هدف ثالث مباشرة، رد فوري من هيغوايين ويعادل رقم كريستيانو رونالدو بالهدف السابع. هيغوايين شهية مفتوحة على التسجيل مرة أخرى، يشترك ويضرب بقوة بعد أقل من دقيقة والكرة في الشباك، ممتازة من هيغوايين. لاحظوا الكرة يمر هيغوايين ويضعها أرضية في المرمى ويحرز الهدف الثاني، تمريرة ديماريا وعملية الإنهاء من جانب هيغوايين، ونتيجة 3 لريال مدريد مقارنة في خط وسط الوسط الدفاعي الارتكازي لريال مدريد. ديماريا يتقدم ويعطي كرة مرة أخرى، هيغوايين ساقط الكرة في المرمى، هدف رابع رائع، هدف رابع رائع، وهيغوايين يضرب بقوة من جديد ويحقق الهاتريك الثاني على التوالي. خلاص بنزيما 3 أهداف هذه الأمسية و3 أهداف على الأرجنتين في مبارتين، يعني 9 أهداف في 4 مباريات مع النادي والمنتخب. رائع هيغوايين ودائما يمرر له ديماريا وتشيك كرة من فوق الحارس في المرمى، هدف رابع رائع من إمضاء غونزالو هيغوايين دائما. وهيغوايين يتساوى مع ميسي في صدارة الهدافين الأرجنتينية.